بمناسبة حلول يناير السنة القمرية الصينية الجديدة، أقيمت أنشطة متنوعة في عموم أنحاء الصين. مع نهاية العام قامت الجهات المعنية في مدينة لوجو بمقاطعة سيتشوان بإعداد مأدبة كبيرة، حيث تم تجهيز 200 طاولة طعام لهذه المناسبة، وكانت مليئة بالأطباق التي تعكس أجواء فرح عيد الربيع. أنا سعيدة جدا، لم أحضر مأدبة كبيرة مثل هذه من قبل. رأيت أن كثيرا من الناس يأتون إلى هنا، إنه جو مفعم بحياة حقا. في مقاطعات خبي وخنان وشانسي وغيرها من الأماكن أقيمت أنشطة ثقافية شعبية مختلفة، ففي مدينة هاندام بمقاطعة خبي قام لاعبون مهرة على المنصة باستعراضات نارية بواسطة ذرات الحديد الملتهبة التي تخلق أشكالا على هيئة زهور ونباتات، إنها جميلة حقا. تعجبني كثيرا استعراضات ذرات الحديد الملتهبة التي تتطاير على شكل زهور. أعتقد أن العرض هو أجمل ما رأيته على الإطلاق. خلال هذه الأيام أقامت مدينة تشونغشين مهرجان الفوانيس، كما أقيمت في موقع المهرجان الألعاب البهلوانية وغيرها من العروض، وكانت الأجواء احتفالية للغاية. أعتقد أن الجو هنا رائع للغاية، شعرت بفرحة الاحتفال مع الأسرة. أما في مدينة نانجين فقد أطلقت فوانيس متنوعة في نهر تشينخواي التي تعكس آمال الناس بالسنة الجديدة.